Lancement, c'est un investisseur. معطيات سمكة سبور من بين نتائج تحليل دم مريض نجد أن الكوليسترول القوي 1.71 كيلو غرام بار لتر. إذا الكوليسترول القوي 0.81 غرام لتر موازن. حدود المجال العادي دم طبعا حدود المجال العادي 3.89 ملي مول لتر موازن 5.70 ملي مول لاتر موازن. باش كيعنيو بحدود المجال العادي كانوا كيعطيوك القيمة اللي ما خصناش ننزلو عليها بالنسبة للإنسان عادي والقيمة القصوى اللي ما خصهاش يتعداها إنسان عادي. يعني إلا تخرج على هاد القيم هادو إلا زاد على القيمة الدنيا ولا إلا فات القيمة القصوى كيصبح إنسان مريض. أولا احسب الكتلة المولية للكوليسترول، أولا حسابا الكتلة المولية للكوليسترول. بالنسبة للكتلة المولية هنا عطينا الصيغة، إذا أول سب الكتلة المولية ديال سي 12، الصيغة ديالو هي سي 12 أس 46 أو كتساوي هنا غنجيبو الكتلة هي 12 مرة المرة الكتلة ديال الكربون، الكتلة المولية ديال الكربون زائد 46 مرة الكتلة المولية ديال الهيدروجين زائد الكتلة المولية ديال الأكسجين. إذا درنا التطبيق هذا عندنا 12 زائد 46 في 1 زائد 16. إذا هذا الكتلة المولية الكربون والهيدروجين ديال الأكسجين كتعطى في المعطيات وهي موجودة عندكم في الجدول ديال الترتيب الدوري تقدروا تستعملوا بها. إذا كنتيجة غادي نلقاو 206 غرام مول موازن، إذا هذه هي الكتلة المولية ديال الكوليسترول. إذا السؤال الثاني الآن احسب التركيز المولي للكوليسترول في الدم. إذا التركيز المولي السي شنو شمعنى كيساوي كمية المادة على الحجم. إذا السي كيساوي كمية المادة على الحجم، كمية و إن كتساوي لنا الكتلة على الكتلة المولية صافي. يعني العلاقة التركيز الكتلي هو كمية المادة على الحجم، وكمية المادة هي الكتلة على الكتلة المولية. إذا عوضنا هذا إن هنا نلقاو بأن السي غيساوي لنا ام على ام كبيرة كل على الفي، يساوي لنا ام على الفي الكتلة المولية. إذا هاد ام على الفي هذي ام على الفي راه هي التركيز الكتلي. إذا نقدر نقول بأنها هي سي ام على ام. إذا سي ام عطينا هذي هو 0.81 على الكتلة المولية حسبناها 206. إذا كنتيجة نلقاو التركيز المولي كيساوي لنا 8.79 ملي مول لتر موازن. قالك هل هذا المقدار من الكوليسترول عادي لهذا المريض عادي ولا؟ إذا خصنا نرجعو لعند الحدود العادية هي هذي. إذا قلنا القيمة خصها ما تنزلش على 3.89 وما تعداش 5.70 إذا القيمة ديال التركيز المولي هنا أكبر بكثير من القيمة القصوى للإنسان عادي إذا فات الشخص هذا يعاني من زيادة في الكوليسترول. إذا هذا بالنسبة للتركيز المولي للكوليسترول في دم هذا الشخص يتعدى القيمة القصوى لإنسان عادي. إذا فهذا الشخص مريض بالكوليسترول.